بص تروح تكتب بوتستراب هنا، بوتستراب 4 تمام، وتدوس على اول لينك. انت دخلت، دخلتك على الصفحه اللي قدامك دي. طب وظهرت قدامك دلوقتي، جيت ستارتد، وتروح على اللي اوت، اللي اوت اللي في الجنب اهي، وتخش على هتشوف بقى انواع الشاشات. عدلت هاتها من دبليو 3 سكولز، لو عملت سيرش بس دبليو 3 سكولز اهو ميديا كويري تمام في السي اس اس هتفهم وتجيب كل انواع الشاشات معايا. طيب تعالى كده بسم الله بقى نبدا البوت ستراب بتاعنا. طيب انت عرفت دلوقتي تخش على البوت ستراب ازاي، جيت ستارتد. بص انا عايز بقى اوريك البوت ستراب ايه الفكره بتاعته. لو خرجنا كده بص الفكره بتاعته عملت ازاي. بص بدا يتمدد معاك، هو كان في الاول اتنين جنب بعض، بعد كده انا لما رحت جايبهم كده بدا ايه هيجوا شويه كده تحت بعض. ده كده بص الريسبونسيف، ده معنى الريسبونسيف، يعني موقعك المفروض عشان يبقى حاجه قويه او بروفيشنال فانت محتاج موقعك يكون ريسبونسيف. طيب استعملت الميديا كويري، خير وبركه، انا بجد اسقف لك، لان الميديا كويري ده استعمال ذاتي، وانت اللي بتتعب في الكود وانت اللي بتعمله لوحدك، وانت فاهم مثلا انا عايز اعمله ده هنا خلاص هروح اعمل بايدي، غير ما تستعمل مكتبات جاهزه. مش هستعمل مكتبات جاهزه، لا تستعملها واجباري ولازم هتفيدك في شغلك، بس انا بفهمك فايده الميديا كويري، استعمل ده وده. طيب كويس قوي، تعالى جيت ستارتد، بيقول لك ايه؟ بيقول لك عايز تبدا كويك ستارت بسرعه، يعني تبدا على السريع. هتعمل ايه؟ هتاخد لينك السي اس اس ده وتروح تحطه هنا، وهفهمك دلوقتي تحملهم ازاي على الجهاز. طيب انا بستعمل ايه؟ انا بستعمل عادي طياره من يعني بسرعه من على الموقع بتاعه. طيب انت محتاج ايه عشان تستعمل بوت ستراب اصلا؟ محتاج لينك السي اس اس ده، بص بوت ستراب دوت مينيفايد دوت سي اس اس. طيب كويس، وبعد كده بتستدعي الاول البوت ستراب وبعد كده بتستدعي السي اس اس. ليه؟ عشان اي تعديلات هعدل عليها، يعني انا لو حطيت البوت ستراب ده تحت السي اس اس خلاص كلام البوت ستراب ده اللي هيمشي، الكلام بتاع البوت ستراب في السي اس اس ده اللي هيمشي عليا، يعني انا اي تعديل اعمله في السي اس اس مش هشتغل. طيب انا عايز السي اس اس اخر حاجه عشان هي اللي تشتغل، عشان هو ده اللي هعدل على البوت ستراب. طيب كويس قوي، محتاج ايه تاني؟ بيقول لك ايه ثلاث لينكات كده تاخدهم، محتاج الجكويري كوبر والبوت ستراب. كوبي كده وتعالى نعمل هنا بالشكل ده. طب بكتب السكريبت تحت ليه؟ دي معلومه سابقه وانا، بس بتكتبها ليه؟ عشان صفحتك كلها تحمل، واخر حاجه تحمل السكريبت. دي معلومه متقدمه لما تخش في الجافا سكريبت هتعرفها. طيب بحطهم في اخر الصفحه ليه؟ عشان كده السكريبت لو حطيته في اول الصفحه هيحمل الاول وممكن يحصل مش عارف ايه والصفحه بتاعتك تبقى بطيئه. لا حطهم في اخر الصفحه، ده افضل مكان ليهم. اقدر احطهم هنا تحت اللينك، اقدر احطهم هنا تحت اللينك مفيش مشكله، بس مش الافضل، الافضل انك تحطهم في اخر الصفحه. طب انا حطيتهم في اخر الصفحه واستدعيت كده كود البوت ستراب بتاعي، كده كود البوت ستراب بتاعي شغال. تعالى صدقني او لا، تعال نخش على الكومبوننت. بص انا عملت ايه عشان برضو ما تسرحش، عملت ايه؟ دخلت على الكومبوننت. الكومبوننت دي ايه؟ دي بقى الكود اللي انت بتاخده. يعني هنا مثلا اليرت، الاليرت ده انت ممكن تعمله بالجافا سكريبت، بس عندك هنا مثلا عايز الديف ده، تعالى كده نروح نحطه ونشوف شغال ولا لا. انا هختبر الكود بتاعي شغال ولا لا، زي ما كنت بختبر الكود سي اس اس شغال ولا لا، وحطيته هنا. لو دوست كنترول اس ورحت في موقعي هنا عملت ريفرش، طالما تلون وشغال كده يبقى اشتغل، يبقى كده البوت ستراب بتاعي شغال. انت كده حطيت البوت ستراب بتاعك شغال في موقعك. طيب لو رحت مثلا حطينا هنا، تعالى كده الناف بار، تعالى ناخد كوبي من هنا ونروح نحط الكلام ده ونسيف ونروح نعمل ريفرش. بص النافر بتاعك شغال اهو، اللي فوق اهو كويس. فانت كده انا بستعمل ده كده، بستعمل البوت ستراب كده تقريبا 99% من شغلي. ما نزلتش حاجه من ما نزلتش فولدرات في الموقع بتاعي، في الموقع بتاعي في الكود بتاعي ما نزلتش الفولدرات. طب عايز انزل الفولدرات هعمل ايه؟ تعالى كده داونلود، بص بيقول لك هنا داونلود، لو نزلت كده داونلود هينزل معاك على الجهاز اهو، نزل معاك فايل زيب تمام. تعالى كده نروح بقى على الداونلود ده، فايل زيب ده يعني انت عايز تضغطه. طب هنفتح كليك يمين عليه وهتدوس اكسترا هير،
عندك القايمه بتظهر غير مختلفه عندي انا، انا ابنتو وانت ويندوز، هتظهر هتلاقي اكسترا هير. طيب دخلت عليها بالشكل ده، لقيت ملفين، ملفات للسي اس اس وملفات للجافا سكريبت. طيب عايز ايه من كل الهوليه اللي انت شايفها دي؟ انت عايز بس البوت ستراب دوت مينيفايد. طب ايه الفرق بين ده، بص بين ده كده باللي انت باللي انا واقف عليه ده وده، ما هم هم الباقي كله ده انت مش عايزه، حاجات مش مالهاش لازمه، دي الماب دي مثلا الخريطه بتاعت مش عارف البوت ستراب مالهاش لازمه. طيب خد ده المينيفايد، اخده ليه؟ مضغوط، الفايل ده مضغوط يعني اقل حجم من ده. طب ده بيفيد في ايه؟ بيفيد في سرعه موقعك، يعني انت كل حجم فرق ده مثلا ده 20 وده 10، اخد ال 10 اتعود كده. طيب انت بتاخد ملف الجي اس وبتاخد ملف البوت ستراب دوت سي سي اس دوت ميني فايت، ده مش ده، هتاخد ده، ولو انت عايز تاخد ده خلاص خد ده. طب ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان ده مقروء. مقروء ازاي؟ يعني الكود بتاعه مكتوب كود سي سي اس عادي زي ما انا كاتبه لك واحنا كنا كاتبينه عادي السي سي اس. طب تعالى نشيل كده، تعالى نخش على البوت ستراب ميني فايت، هتلاقي ايه؟ هتلاقي الكود مكتوب في سات، بص مكتوب لوغاريتمات، انت مش فاهم اي حاجه ما شاء الله. فهمت بقى الفرق؟ ده مضغوط، التاني مكتوب براحتك. طب اخد انهي؟ اخد ده. كويس؟ طيب كات كده، تعالى احنا كنا شغالين على عفوا يا باشمهندس، اتفضل. نحن بنستخدم الروابط من السي دي ان، او من ننزل الملفات تنزيل يعني لوكالي، كويس. يعني هو افضل يعني لسوق العمل. طيب اللي انت شايفه افضل لك اعمله، وانا دلوقتي هفهمك انهي. انا عن نفسي بستعمل طياره، مش هقعد بقى انزل واعمل الكلام ده. طيب الافضل الاثنين واحد زي ما انت عايز. طيب نزلت انا كده وخدت الجافا سكريبت بتاعي اهو، كات خلاص كده. تعالى في الميديا. طيب انت محتاج ايه تاني؟ محتاج اللينكين دول بتاع الجي كويري وبتاع البوبر، تمام؟ محتاج الاتنين دول تنزلهم عشان الكود بتاعك يبقى شغال. طيب انا اقدر استغني عن اللي فوق ده كله، ده اقدر استغني عنه بكلمة باللي انا نزلته. تعالى نشيل كل ده، اقدر احطه لينك عادي زي ده. طب هو اسمه ايه؟ اسمه بوتستراب اهو. يبقى انت كده حطيت في موقعك بدل اللينك الطويل اللي انت كنت شايفه ده، حطيته هو الملف نزل عندك، الملف ده اللي فيه السي اس اس وفيه التعديلات كلها. طيب تعالى نعمل كده سيف، وتعالى نروح في الدوكيمنت. بص مفيش اي حاجه، حاسس نافر شغال. يبقى انت عملت ايه؟ نزلت الملف ده بتاعك. طيب عايز انا كده ثلاث ملفات، طب ما هو الملف الجي اس بتاعك اهو، تعالى بدل البوتستراب التالت ده، كلمة الانتجريتي دي بتفيدك في حماية، في الحماية يعني. طيب هشيل ده كله وهكتب البوت ستراب بتاعي اللي هو بتاع الجي اس. طب تعالى نسيف كده. حصل اي حاجة؟ ما حصلش اي حاجة، انت شغال اهو. مش هقول. طيب يبقى انت عرفت دلوقتي تنزل ازاي. طب تعالى ننزل الجيكويري ده والبوبير بارتو. طيب تعالى كده ناخد اللينك ده، اللينك ده، وتعالى نحطه هنا بالشكل اللي انت شايفه ده، وتدوس كنترول وتدوس كليك يمين وتاخده سيف از، وتقول له انا عايز انزله في اي حته. الملف بتاعي مثلا هنزله في عبد الرحمن ميديا كده، ملف الجيكويري نزل. طب انا عايز ملف ايه تاني؟ عايز ملف البوبر، تاخد اللينك ده وتروح هنا تعمل كده، ظهر لك كليك يمين سيف از وبوبر دوت مين جي اس، تشيل الكلام ده تكتب بوبر وتكتب هنا الملف بتاعك اسمه ايه؟ اسمه جي كويري.
وتسيف الحاجة كلها شغالة معاك زي الفل. يبقى انت عندك حلين، يشتغل بسرعة، ما هو بيقول لك كويك ستارت، كويك ستارت دي يعني اشتغل بسرعة، يعني مش هتحتاج تنزل الحاجة. خد اللينكات دي، لينك السي اس اس والتلات لينكات بتوع الجافا سكريبت، الجي كويري، البوبر والبوتستراب، خد كوبي، حط الاخرانيين تحت في السكريبت وحط فوق السي اس اس، حطه قبل الستايل دوت سي اس اس بتاعك. طب كويس، انا مش عايز الكلام ده، انا عايز الحاجات تبقى نازله في مشروعي، عايز الحاجات تبقى نازله في مشروعي، هعمل ايه؟ هروح انزل من الداونلود هنا. طيب الداونلود هنا نزل لي ايه؟ نزل لي ملف السي اس اس وملف الجافا سكريبت بس. طيب وريتك الطريقه التانيه اللي تجيب منها، ايه هي الطريقه التانيه؟ خد لينكات، اللينكات دي اللي هي هنا في الجيت ستارتد اللي هي بتاعت الجيكويري والبوبر. طيب في معلومه هنا، في معلومه هنا، هل لو انا حطيت الجيكويري تحت والبوبر فوق هيشتغل؟ مش هيشتغل. ليه؟ لان يعني هما معتمدين على بعض. طب الكلام ده انت محتاج تعرفه؟ انت مش محتاج تعرفه دلوقتي. ليه؟ يعني انت اصلا لسه ما دخلتش لا في جيكويري ولا في جافا سكريبت ولا في اي حاجه، فانت دلوقتي محتاج تعرف المعلومه الوحيده، اكتبهم بالترتيب، الاولاني الجيكويري، الثاني البوبر، والثالث البوتستراب. كويس جدا. طيب نزلتهم عندي بالشكل اللي انا قلت لك عليه، بتروح على ال HTTPS اللينك وبتنزله سيف، بص سيف اس، يعني بتروح كليك يمين سيف اس وبتنزله عندك في المشروع بتاعك او بتنزله عندك في الداونلود، تروح تاخده. بتستدعيه ازاي؟ سكريبت السورس بتاعك، تعالى بتستدعي السكريبت ازاي؟ بالشكل ده، بتفتح شيفت عادي سكريبت، ماشي هو ما كملش، ماشي سكريبت كويس، وجوه السكريبت هنا بتكتب السورس بتاعك عادي كأنك بتكتب السورس بتاع اي لينك. كويس. طيب هنا مثلا بوتستراب اي حاجة انا عايزها، هتكتب تاخد اللينك بتاعك وتحطه هنا. طيب عايز افهم الجريد ماشي ازاي. طيب انت في عملت سيكشن، بعد كده هتديله اتنين ديف مثلا، انت كده عملت ديف، الديف ده هتديله كلاس، الكلاس هنا كونتينر، وهفهمك دلوقتي معنى الكونتينر. وجوه الكونتينر ده هديله، تعالى كده قبل الكونتينر، قبل ما اديله الرو، اتنين ديف جواه، كلاس هنا كول داش ستة، وهنا هيدنج وان هلو، وهنا داش 3، حوطته بكونتينر. طيب تعالى كده بس هعمل ريفريش واعرفك الكونتينر هيبدأ منين. إيه؟ بص الكونتينر بدأ من هنا، يعني اللي فاتت انت كده حطيت كونتينر، فالكونتينر بتاعك بدأ بص من هنا كده، هلم لك على الشاشة، بدأ من هنا، سيبك من العوجة دي، وبدأ من هنا معايا. يبقى كل شغلك هنا، ده كده دي معنى الكونتينر، ان هو بيعمل لك مساحات من على الجناب معايا. طيب عايزهم يجوا جنب بعض، بتروح تعمل ايه بقى؟ تحوطهم في ديف، وتدي الديف ده كلاس رو. تعالى كده لو عملنا بالشكل ده، بص حوطت الاتنين ديف بتوعك في ديف ومديله الرو، يبقى انت اول حاجه الكونتينر، الرو، وجوه التقسيمات اللي انت عايزها. طب انا عامل لك هنا ستة ليه؟ تعالى كده نسيف ونشوف الكلام ده، اعمل ريفريش، بص ستة هنا، ده خد ستة هنا، ده كده خد ستة وده خد ستة. طيب انا مش مصدقك، ما هو انا مش عارف جه خد ستة ليه وده خد ستة ليه. تعالى ناخد ده مثلا نديله أربعة وده أربعة، وناخد الدفين دول بالشكل ده، وتعالى نسيف. طب انت بالعقل كده معايا ايه اللي هيحصل؟ المفروض على الكلام اللي حصل هيجي التالت هنا، وكل واحد هياخد اربعه، بص كل واحد خد اربعه. فده معناه ايه؟ ده معناه ان الجريت في البوت ستراب 12، يبقى ده كده 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 واحد، تعالى اتنين تلاته أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، وهنا عشرة، وهنا 11،
وهنا 12. كويس، يبقى كده 1 2 عد بقى كده، دول 12 حاجة. بقسمهم بإيه؟ بقسمهم بالكل. الكل ده يعني إيه؟ يعني عمود. طيب الرو بقى عشان أجيبهم جنب بعض، الرو ده إيه؟ الرو ده الصف، إن أنا جبتهم كده كل الدفات اللي جوه دي جوه رو. يعني إيه؟ ما هو تعالى كده، أدي الدف الأولاني، أدي الدف التاني، أدي الدف التالت، كل دول جوه رو، صح؟ والرو ده كله جوه كونتينر. يبقى الرو ده اللي بيخليهم جم جنب بعض. يعني انا قبل ما اعمل رو كانوا جايين تحت بعض، طب انا عملت رو جم جنب بعض. طب اقسم ازاي؟ قسمت بالعقل كده، 4 4 4، 4 و4 8، و8 و4 12. يبقى انا كده اقدر، بص انا كده قسمت. تعال نشيل الكلام اللي انت شايفه ده، كلير. انت كده تقدر تشتغل براحتك زي ما انت عايز. هي تقدر تحط صورة وتحتها الكلام بتاعته، خلاص انت حكمت ان مثلا هنا image source، مثلا لو في اي صورة، الصورة هتيجي هنا، وشوية اعملها لك. الصورة هتيجي هنا، هتيجي تحتها، الصورة هتيجي هنا تحتها، والصورة هنا هتيجي تحتها، والصورة هنا هتيجي تحتها. فانت كده قسمت الشاشة بتاعتك. يعني انت لو بتخش على اي موقع، لا مثلا افترض دخلت على خمسات، تمام، هو عمل ايه هنا؟ هو استخدم الكونتينر اللي من على الجناب، واستخدم الرو اللي عشان يجيبهم جنب بعض، واستعمل 3 3 3 3، جمع الاربع تلاتات دول ايه؟ 3 في 4 ب 12. طيب سيبك، عشان سيبك من الرياضة خالص، انت لو عملت هنا 3 ورحت هنا اديته 3، وهنا برضو اديته 3، ورحت دف هنا كامل اديته 3 برضو، هيحصل ايه؟ الاربعه هيجولك فوق بالشكل ده. فانت كده ده اكبر من ده، عشان انا عامل ده هيدنج 1 وده عامل هيدنج 3، بس كلهم واحد. طيب يبقى انا كده قسمت موقعي، ده خد 4، ده خد 3، وده خد 3، وده خد 3، وده خد 3. دي فايده البوت ستراب. الجريد بتاعك انت فهمت كده، ده الجريد، فهمت الجريد ماشي ازاي. طيب بيحصل ايه بقى؟ انواع الشاشات اللي في الميديا كوير اللي احنا درسناها، الاس ام والام والام دي والال جي والكلام ده، طيب بيستفاد فيهم ايه؟ بقول له في الشاشه، بص بقى الحته دي، بقول له في الشاشات اللي مثلا اللي هي الكام، مثلا تعال نختار شاشه، تعال نشتغل على اللي هي 768. الشاشه دي ايه؟ ام دي. بقول له في الشاشات الميديم، في الشاشات الميديم اللي هي اقصى حاجه 768، قسم لي الجريد بتاعي تلاتات، قسم لي الجريد بتاعي تلاتات. تعالى كده نشوف الكلام ده، بص اول ما تروح على كده، تعالى نفتح الانسبكت عشان نتفرج على عدد البكسل. بص عدد البكسل احنا كنا قلنا كام، من كام، من 576، من اول 768 لحد 992، من 768 لحد 992 هتشوف الكلام اللي انت هتشوفه. يبقى اول ما نوصل لل 768 نستوب، 768 اهو، بص 66 67 68، احنا كده 73. بص تقسمه تلاتات في الشاشة لغاية 900، لغاية بقى وانت ايه طال، لغاية 900 وحاجة. طيب انا ما حددتلوش فهو كمل، انا ما حددتلوش ماكس ويتس يقف عندها فهو كمل معاك. طيب يبقى انا فهمت دلوقتي ان انا اقدر اتحكم، ايه فايدة البوت ستراب اصلا؟ ان انا اقدر دلوقتي بالكولم بس اقدر اتحكم في ان هو يبقى في الشاشة دي بالشكل ده. طب احنا بنعمل ايه بقى؟ الشغل البروفيشنال بقى بتعمل ايه؟ بتعمل انت في الشاشات الكبيرة كده، في الشاشات الصغيرة بقى اللي هي اس ام، بتعمله مثلا ان انت عايزه يجي كام؟ يجوا 12، يبقى هيجي واحد. طب عايزه يجوا 2 في الشاشه؟ 6. طب عايزه يجي 3 في الشاشه؟ خلاص 4. طب عايزه يجي 4 في الشاشه؟ خلاص 3. يعني في الاس ام، الاس ام بقى دي فايده الميديا كويري. يعني شوف انت وانت فاهم ميديا كويري عرفت تستعمل بوت ستراب بسهوله. ما هو ده فايده ان احنا شرحنا الميديا كويري الاول ليه؟ عشان تبقى فاهم اصلا الاس ام والام دي والال جي، وتبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. فكده انا بقول له خليها 12 احسن، وتعالى 3 كده. الشاشات الصغيره
الصغيره اللي هي الاس ام هتيجي 3 في الشاشه، والشاشات الميديم هتيجي 3 في الشاشه. بص انا ما عملتش حاجه قدامك اهو، يعني دي الشاشات الصغيره جي 3 اهو لغايه 576، 576 بالظبط اهو. 12 عمود، وعلى حسب ما انا كويس عايز بقسم، كويس جدا، بقسم ال 12 على العدد اللي انا عايز يظهر. حلو تمام، حلو جدا، انا لو انا عايز ويزر 4 بقسم على 3 حلو فبشكل على اساس ده. تمام فهل مثلا ان انا اخطات او مش اخطات، قسمت يعني كتبت 6 حلو. وانا حاطط 4، 4 عناصر كده، الاثنين هيبقوا فوق واثنين تحتيهم؟ يعني انت حاطط 6 فوق. طيب تعالى تعالى نشوف الكلام اللي انت بتقوله ده. المثال دوت، في المثال دوت هنستبدل الثلاثة لستة، هنستبدل، يبقى أنا كده قسمت على هيجي اتنين. تحت يعني تمام مثلا في الام دي خلاص كده 3 3 كده 6 و3 9 و6 9 كده أنا عديت ال كده 12 عديت ال 12 خلاص.12. اللي واخد 6 ده يروح نازل كده لامم نفسه ونازل تحت. تمام بص انا ما عملتش حاجه اهو. مظبوط. طيب يبقى ده خد 3 وده 3 وده 3، هنا المساحه اللي باقيه ايه؟ باقيه 3. لو بقيت ثلاثة اكتر، لو بقيت 4 هيجي تحت، يعني لو عملت هتنزل تحت. لو بقيت 4 هيجي تحت. حلو السؤال ده جدا، ممتاز. وضحت؟ وضحت تمام كمان تمام للجميع؟ طيب يبقى انا كده حددت الشاشه المعينه. طب انا لو مش عايز الشاشه معينه خلاص روح استعمل اللي انت عايزه هنا، خليها هنا 3 وهتشتغل معاك في كل الشاشات ان انت عملته 3. طب انت مثلا، ما هو بص بقى اللي بيفرق بقى في ايه، يعني انا لو رحت كده على خمسات معرفش هو عاملها ازاي، نشوف. تمام بص قللها لك 2، هو كده عمل ايه؟ هو كده عملها في الشاشه السمول الاس ام 576 بيكسل، عملها ايه؟ قال لك ست حلو قوي، حلو جدا كده، عمل لك كل داش 6 او كل داش اس ام داش 6. طيب في الشاشه اللي بعدها بص تعالى نوسع كده، في الشاشه هيفضل ماشي معاك، ممكن دلوقتي تتفاجئ تخليها 3 خليها 4، هو مشي معاك لغايه 2، بص فجاه نطلق للاربعه، يعني الشاشه الميديم هنا خليها لك ايه؟ تلاتات، 3 3 3 3 12. يبقى انت فهمت دلوقتي المواقع العالميه اللي انت بتشوفها متقسمه ازاي؟ يعني انت لو دخلت على موقع يدمي مثلا، موقع يدمي شويه او مش يعني مش مهتم بيها شويه، يعني اقول لك حاجه، بص لما تيجي في الشاشه الاس ام هو بقى ساب لك الريسبونسيف، ساب لك الريسبونسيف، خلاها تتعامل معاك عادي بالويتس بتاعتها. تمام بس انا بقول لك ايه الفكره بقى من هنا، ان انت هتقسم الشاشات دول الخمسه اللي انت شايفهم دول هتقسمهم ازاي. تعالى كده الحل الوحيد ليها ان انت هتدي اتنينات، سوري هتدي اتنينات كل داش 2 كل داش 2، وهتستعمل ايه؟ ما هو دول اربعه، دول 1 2 3 4، تعالى كده واحد كمان عشان يبقوا 5 صور صح؟ مش هتروح تدي 1 3 والباقي اتنينات كده. بص 5 بس في مساحة شوية زيادة عايزة 2 كمان هنا، هتعمل ايه؟ العوض في الحاجة دي مارجن ليفت بس شوية، انك تعمل مارجن ما بينهم مش اكتر، يعني هتعمل مارجن شوية هتفرش على الشاشة معايا. يعني انت لو عملت مارجن، تعالى كده ناخد صورة من هنا، بص برضو كمان استفاد انك تاخد الصورة ازاي من اي مواقع عالمية بدل ما تقعد تتعب في الصور. دوس على الصورة كده، انت رحت عليها كليك يمين انسبكت، جاب لك الكود بتاعها، جاب لك الكود، يعني ده كود، ده كود يودمي اللي قدامك ده اللي انت شايفه. هتعمل ايه؟ هتاخد كود الصورة اهو، يعني هو بيقول لك ايه الصورة الايمج اهي، الصورة اتش تي بي اس ومش عارف ايه الكلام، خدها كده وتعالى نحطها هنا. عفوا سؤال يا باشمهندس، اتفضل. بص عملت ريفريش الصورة بتاعتك ظهرت، كمل يا باشمهندس كمل اتفضل. هلا انت حكيت انه نحن اذا في فرق في مارجن هامش بنعمل مارجن، بس نحن يعني بنعرف انه ال 12 عمود هني بيعملني 100% من الويتس كويس. طب ما انت مجموعي. ما هو تمام ناقص، ما هو ناقص قدامك، عد كده. نعم ما هو ما انا فاهمك معاك، انت هنا 2 مش ناقص هنا 2،
ما هو محتاج يعني اتنين كمان. مجموعه دول 10 من 12، مجموعهم 10 بنعوضهم، حلو ايوه بنعوضهم في المارجن بالظبط. قصدك. انت بتتحكم بقى يعني زي ما بيقولوا كده بالحب في الايه، في انك تقسم حاجتك. انت عايز تمشيهم تمام اتنينات هتعمل ايه؟ طيب هيكون في فرق. طيب تعالى كده تمام لو عملنا ريفريش، بص هما جميل للديف اوفر فلو هيدن انا مدي الديف اوفر فلو معقول؟ هنا مش فاهم. لا اعمل له قد يكون انه الصوره الويست تبعها اكبر من الويست تبع الديف، فهي عم تعمل اوفر فلو عم تطلع براته يعني. ايه اشتغلت اهي. طيب ماشي، بس جت ازاي؟ استعملت الكونتينر فلويد. الكونتينر فلويد ده اللي هو ايه؟ هو نفس الكونتينر بس بيبقى بياخد الفول ويدث. يعني لما انا اديته الفول ويدث كامل كامل، بص بدأ يشتغل معاك. بص الشاشة كبيرة، فكده هو اتعامل هنا مع شاشة كبيرة. انا في الكونتينر كنت حاجبه لغاية هنا مثلا، تعالى كده كنت حاجبه من لغاية لهنا، من هنا كده، فهو ما كانش فيه مساحة يدي فيها مارجن. طيب الفكرة في ايه؟ في الكونتينر فلويد ده بياخد الفول ويدث بتاع الشاشة. ما عملتش كونتينر، يعني انت في المرة اللي فاتت الكونتينر انا طلع لك من هنا، مش بتلاقي تخش على مواقع تلاقي هنا من هنا بدأ، يعني هو من هنا بدأ كونتينر، كل ده هو بادئ كونتينر، عامله كونتينر. طب انا لو عايز علامة عبد الرحمن دي اللي هو الصورة بتاعتي تيجي هنا معايا، تيجي هنا على البداية هنا، هستعمل فولود ليه؟ عشان ياخد الفول ويدث بتاع الشاشه. ما بقى استعملتش كونتينر ضغطهولي في مكان معين. حد وصل المعلومه دي؟ حد مش وصل له المعلومه دي؟ تاني لو حدش وصل له تاني، الكونتينر من هنا احنا كنا قلناها دي عادي. طب انا لو مش عايز ابدا من هنا، ما انا طبيعي انا في مواقع كلها بتبدا من هنا، الكلام ده بيبقى بادئ من هنا، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بستعمل الفول ويدث. ليه؟ بيمدهولي بقى، بيكملهولي الفول ويدث، بياخده كله كامل، مش الكونتينر بس اللي بيجي من هنا معايا. شباب وصلت؟ طيب